استاد رائع الحقيقه، وحاجه رائعه وحاجه جميله جدا جدا اللي احنا شايفينه ما يحدث في مصر الان من تطوير لكل هذه الاستادات بما يتواكب مع شروط الاتحاد الافريقي، اللي هي بالمناسبه كانت موجوده بس كان ناقص لها بعض الصيانه الحقيقه. مجهود كبير جدا جدا بذل خلال الفتره او الشهرين ثلاثه اللي فاتوا منذ ان اعلن او اعلن الاتحاد الافريقي عن استضافه مصر لبطوله كاس الامم الافريقيه، او انقاذ مصر لبطوله كاس الامم الافريقيه 2019 واقامتها في مصر. اللي عايز بس اقوله دايما وهاكرر هذا الموضوع كل حلقه، استاد القاهره او استاد اسماعيليه او استاد اسكندريه او استاد السويس الجديد او استاد الدفاع الجوي، كل الاستادات اللي تلعب فيها مباريات كأس الأمم الأفريقية، الاستادات كلها مراقبة شديدة جدا بالكاميرات. أنا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده لحضراتكم علشان مهم جدا 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 نعرف إن كل اللي بيتعمل ده لجمهور المصري، كل اللي بيتعمل في الاستادات ده وكل المجهود اللي بيبذل ده عشان خاطر حضراتكم. لما تخش بعد كده، لان امبارح الوزير اعتقد كان في لقاء مع سيف زاهر اتكلم على ان بداية الفترة او وجود نظام تذكرتي مثلا في كأس الامم الافريقية هيبقى بداية لعودة الجمهور في الدوري القادم. فحضرتك لما هتخش وتشوف المجهود اللي بذل وتقعد في كرسي محترم وتلاقي نجيله محترمه وتتفرج على ماتش بشكل جيد، تشجع فريقك، انت حر طبعا، كل واحد من حقه ان هو يشجع فريقه بالطريقه اللي هو عايزها، الطريقه المحترمه يعني اللي هو عايزها، ولكن في النهايه الاستاد ده ملكك. استاد القاهره، اسماعيليه، اسكندريه، كل الاستادات اللي موجوده هي ملك للشعب المصري، وبالتالي انت حضرتك في بيتك ممكن تمسك الكوبايه مثلا وترميها على الارض تكسرها، او ترمي الكوبايه متخانق او متنرفز ولا حاجه تاخد الكوبايه ترميها في ما بيحصلش الكلام ده، بتبقى خايف على بيتك وخايف على حاجتك. هو ده اللي احنا عايزينه، وانا متاكد ان الجمهور المصري واعي لمثل هذه الامور وقادر ان هو يعرف قد ايه المجهود اللي بذل عشان خاطرهم هم لان يصل الاستاد القاهره واستاد اسماعيليه وكل الاستادات بهذا الشكل الرائع، عشان المباريات اللي هيلعبها النادي الاسماعيلي بعد كده ان شاء الله في الدوري القادم تبقى على أعلى مستوى، سواء من الناحية الفنية كعادة النادي الإسماعيلي مثلا، والناحية أيضا التنظيمية من خارج الملعب، تبقى حضرتك قاعد على كرسي جميل ما فيهوش تكسير، الدنيا كلها قدامك، شايف ملعب نظيف، تراك حلو، الاستاد كله زي ما حضراتكم شفتوا استاد رائع، سواء استاد القاهرة أو استاد إسماعيلية. إن شاء الله خلال الثلاث أيام اللي فضلة لينا قبل بداية كأس الأمم الأفريقية هنقول لحضراتكم على بقية الاستادات وتشوفوا قد إيه التطوير اللي حصل في هذه الاستادات. دايما عندنا فقرة مهمة دايما بنتكلم فيها مع حضراتكم عن أحد النجوم الكبيرة جدا جدا اللي تألقت مع منتخبنا الوطني في كأس الأمم الأفريقية. الحقيقة لما كنا بنختار النجم ده ما لقيناش أهم وأفضل من الله يرحمه ثابت البطل، كابتن ثابت البطل، واحد من أهم وأفضل حراس المرمى اللي جم مصر خلال الأربعين خمسين سنة الأخيرة، أفنى روحه وأفنى عمره لصالح النادي الأهلي وصالح منتخب بلاده، وبالتالي كابتن ثابت البطل قيمة كبيرة جدا وقيمة أساسية موجودة دايما، الكل عارف قد ايه كان هو واحد من افضل الحراس اللي موجوده في النادي الاهلي، قد ايه كان واحد من افضل الحراس اللي موجوده في منتخبنا الوطني، له صولات وجولات كبيره جدا على مدى 15 سنه، 15 سنه بيحرس فيهم نجم الكبير الله يرحمه كابتن ثابت البطل منتخبنا الوطني، او بيحرس عرين منتخبنا الوطني. خلينا نطلع نشوف تقرير عن الكابتن ثابت البطل رحمه الله عليه ونرجع نكمل عليه.